بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بنكمل ان شاء الله دروس دورة ثقف نفسك لتعليم قواعد البيانات الاس كيو ال، الدرس 23 اس كيو ال اكزيست اوبريتور. يعني ايه the exist operator is used to test for the existence of any record in subquery. يعني بيتم استخدام exist لاختبار وجود اي سجل في طلب البحث الفرعي. زي ما احنا شايفين او زي ما قلنا، بنتم استخدام الاكزيست لاختبار وجود اي سجل في طلب البحث الفرعي. طيب the exist operator returns true if the subquery returns one or more records. يعني ايه؟ يعني بتنجح عملية الاكزيست او وجود نتائج لجملة الاكزيست في حالة ان الاستعلام اللي هو subquery وجد في البحث سجل واحدة او اكثر من سجل. يعني معنى كده ان السب كويري بتاعتي بلاقي لها ناتج سجل واحد او اكتر، كده يبقى انا عمليه الاكزيست نجحت معايا. اكزيست سينتكس سيلكت كولوم نيم فروم تيبل نيم وير ان الاكزيست، وبنفتح القوس وبنقفل select column name from table name where condition. طيب يعني ايه؟ يعني انا هنا نخلينا في الجزء التاني ده، select column name from table name where condition. لو الجزء ده جاب لي ناتج واحد او اكتر يبقى ال where condition دون او ال exist دي ناجحة، بتجيب لي result ينفع اطبقها. لو كده مش هتجيب لي حاجة. select column name from table name where، لما ان الاكزيست لو هنا الجزء ده جاب لي سجل واحد او اكثر. عندي تيبل البرودكتس، برودكت اي دي، برودكت نيم، سبلاير اي دي، كاتيجوري اي دي، اليونت البرايس، والجزء الثاني او التيبل الثاني السبلاير، سبلايرز، سبلاير اي دي، سبلاير نيم، كونتاكت نيم، الادرس، السيتي، البوستال كود، والكاونتري. طيب ايه المشترك بين الاثنين؟ السبلاير اي دي. طيب نشوف هنا هيقول لنا ايه. اس كيو ال اكزيست سيمبلز او اكزامبلز، ذا فولوينج اس كيو ال ستيتمنت ريتيرنز ترو اند ليست ذا سبلايرز ويز ا برودكت برايس ليس ذان 20، اقل من العشرين. بتنتج عن جمله الاس كيو ال قائمه من الموردين وسعر المنتج اقل من العشرين. طيب نشوف شكلها جملة ال SQL عندنا هنا ايه. select supplier name from suppliers where exist، زي ما قلنا يبقى الجملة اللي هتشتغل عليها جملة ال exist على جملة السب كويري دي، يبقى هنا زي ما قلنا select product name from products where in supplier id equal suppliers dot supplier id and the price اقل من 20. وبعد كده هنا بنكملها مع جملة الاكزيست. لو الشرط ده اتحقق الجملة بتاعتنا كلها كملت معانا. طيب النمبر اوف الريكوردز هنا 24، وادي السبلايرز او السبلاير نيم، سبلايرز نيم اللي هي ظهرت عندي الناتج بتاعها. طيب كويس، هنشوف جملة the following SQL statement returns true and lists the suppliers with a product price equal to 22. يعني ايه؟ بتنتج عن جملة ال SQL قائمة من الموردين وسعر المنتج بيساوي 22. الكلام ده في حالة returns true، ما ننساش الموضوع ده، equal to 22. طيب نشوف جملة ال SQL select supplier name from suppliers
وير اكزيست، ادي الشرط بتاعنا، لازم الجزء ده يرجع ريزلت عشان الجمله بتاعتي تشتغل مظبوط وتجيب ناتج. سيلكت برودكت نيم فروم برودكتس وير ان السبلاير اي دي من التيبل الاول ايكوال، اسف، السبلاير اي دي من تيبل البرودكت ايكوال التيبل الاول سبلاير السبلاير اي دي اند البرايس، ده للتيبل اسمه البرودكت ايكوال 22. يبقى هنا بعمل او بربط بين الجدولين، الجدول الاول البرودكت نيم دي انا بجيبها من جدول البرودكت، والسبلاير اي دي بدل انا مش حاطط قدامها الياس يبقى هنا، او مش حاطط قدامها اسم تيبل دوت، يبقى اختار هنا السبلاير اي دي من البرودكت، لكن هنا قلت ان السبلاير اي دي ده من تيبل السبلايرز اللي هو الاول، اند البرايس للتيبل الثاني البرودكت ايكوال 22. لو هنا جملة السيلكت دي او الساب كويري دي جابت ناتج، يبقى الجملة بتاعتي هتتحقق ونرجع منها ريزلت. يبقى كده نمبر اوف الريكورد واحد، السبلاير نيم جه عندي سجل واحد بس. بكده اتمنى ان شاء الله يكون الدرس بتاع النهارده وافي الشرح، ولو حد عنده اي استفسار يبعت لي او يكتب لي كومنت وان شاء الله ارد عليه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.